أقول لمن يسألني هل أنت بخير؟ إذا قال نعم أقول له لا تغير والله لا يغير، اطمئن مستقيم، دخلك حلال، بيتك إسلامي، تغض بصرك، تضبط لسانك، تضبط جوارحك، تؤدي زكاة مالك، لا تغير والله لا يغير، اطمئن اطمئن للمستقبل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم. في أي عصر، في أي مصر، في أي مكان، في أي بلد، بأي نظام، من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. أنا أخاطب الشباب الذين هم مقبلون على نشاطات كثيرة، استقم كما أمرت، مهما كنت فقير غني، تحمل شهادة عليا لا تحمل، تملك رأس مال لا تملك، لك أب قوي، لك أب غني، أنت يتيم، ما دمت مستقيماً فلك معاملة خاصة. اقرأ هذه الآية وليطمئن قلبك بها. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ مستحيل وألف ألف مستحيل. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً؟ لا يستوون. أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ والله الذي لا إله إلا هو. الشاب المستقيم حينما يقرأ هذه الآيات يمتلئ قلبه ثقة بالله وثقة بالمستقبل، سوف ييسر لك عمل طيب، وزوجة صالحة، أولاد أبرار، سمعة طيبة، صحة جيدة، استقيموا ولن تحصوا. أخواننا الكرام، درس مفصلي، أنت بنعم، إذا عرفتها نعماً من الله، المعرفة شكر، وأن يمتلئ قلبك امتناناً من الله أيضاً شكر أعلى، وأن تقابل هذه النعمة بعمل صالح أعلى وأعلى. اعملوا آل داود شكراً. أنت حينما تستقيم على أمر الله اطمئن للمستقبل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ معقول؟ أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً؟ لا يستوون. يعني اقرأ الآيات التي توازن بين المستقيم وغير المستقيم. أيها الإخوة، أنت بنعم موجود، هي نعمة، نعمة الإيجاد، أنت بنعم، تسكن في بيت، في بالبيت ماء، في طعام، في شراب، في سرير، في مدفأة بالشتاء، في مروحة بالصيف، تسير على قدمين، تملك كل أهليتك، لك عمل، أعطاك الله قدرة على أن تمتلك خبرة معينة، خبرة علمية، تدريس، وظيفة، طبيب، مهندس، محامي، تاجر، حتى تتقن صنعة معينة من نعم الله الكبرى. يعني هذه النعم، نعمة الإيجاد والإمداد
والهدى والرشاد، هذه النعم إذا عرفتها وشكرتها لن تزول. النعمة المشكورة ثابتة. لذلك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت في خير تقول نعم، لا تغير الله ما بيغير. هلأ سؤال آخر، كيف وضعك؟ والله في مشكلة كبيرة، مشكلة مالية، مشكلة اجتماعية، مشكلة صحية، مشكلة زوجية، يقول لك الله عز وجل غير لغير، لا تغير ما بغير، غير لغير. صدقوا ولا أبالغ، هذا ملخص الملخص. والله يمكن أن يضغط الدين بهالكلمات الأربع، لا تغير ما بيغير الله. إذا كنت في بحبوحة وفي سعادة ما عندك مشكلة، هلأ في عندنا مشكلة، غير ليغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اجعل هذه الآية في غرفتك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت لمجرد أن تصطلح مع الله وأن تستقيم على أمره وأن تخطب وده تجد شيء لا يصدق، الأمور ميسرة، تلهم الصواب، تلهم الحكمة، تلهم طلاقة اللسان، تتمتع بشخصية قوية، لا تتضعضع أمام قوي ولا أمام غني، صابر، محتسب، طليق اللسان، تعرف الواحد الديان، لا تغير ما بيغير، غير ليغير. واضح؟ هذه الآية يجب أن تكون في مكان بارز في غرفتك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني أرادك أن تبدأ أنت. هلأ المسلمون في عندهم حالة صعبة جداً، ينتظرون أن يغير الله ما بهم بمعجزة، يجي زلزال على العدو يبيده، الحمد لله، لا ما حيجي زلزال، غير ليغير. المسلمون لا يغيرون ولكن ينتظرون أن يغير الله ما بهم، هذا مستحيل، نعيش كما نريد، اختلاط، إطلاق بصر، متابعة مسلسلات، يعني إهمال في الطاعات، غش في البيع والشراء، كذب واحتيال، يعني الحالة الاجتماعية لا ترضي الله. المسلمون لا يريدون أن يغيروا لكنهم ينتظرون بسذاجة أن يغير الله ما بهم، مستحيل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية أخواننا الكرام تنطبق على فرد واحد وعلى الأمة بأكملها، عظمة هذا القرآن فردي وجماعي. دعك من الناس، أنت غير، صلي الفجر في جماعة، أذكر الله كل يوم، صلي ركعتين قيام الليل، غض بصرك عن امرأة لا تحل لك، لا تتابع مسلسلات لا ترضي الله عز وجل أبداً، كن صادقاً، كن أميناً، قدم خدمة لكل من حولك، تفاجأ أن الله غير كل معاملته معك، تتمتع براحة نفسية عجيبة، بسعادة مذهلة، بتوفيق، بسداد، الدنيا كلها في خدمتك، استقيموا ولن تحصوا. أخواننا الكرام، غير ليغير، ما بتغير ما بيغير، هذا ملخص ملخص الملخص. هالآية هي تنطبق على الأفراد والجماعات والدول والشعوب والأمم والبشرية أبداً،
وعود الله عز وجل زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق أبداً. وفي جرعات منعشة أذاقنا الله إياها كي نثق بالله، كي نخرج من ثقافة اليأس، ثقافة الإحباط، ثقافة الطريق المسدود. هذه الآية لك وحدك ولأسرتك ولعشيرتك ولقومك ولشعبك ولأمتك وللإنسانية جمعاء. غير لا يغير، ما بتغير ما بيغير. المعنى بسيط جداً بس عميق جداً. لذلك الله عز وجل قال ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير لا يبدأ من استيراد نظام آخر بعيد عنا، التغيير لا يبدأ من الخارج، لا يبدأ من جهات قوية بعيدة، لا يبدأ بدعم خارجي، التغيير يبدأ من الداخل. أنت حينما تصطلح مع الله يجب أن ترى التغيير بعد ساعة. الله عز وجل في بعض الآثار القدسية إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. وبإمكانك أن تعقد صلحاً مع الله الآن فوراً، لأن المستقبل لا تملكه والماضي مضى، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها لا تملك إلا هذه الساعة. يعني تعاني ما تعاني غير لا يغير، تعاني من ضيق مادي غير لا يغير. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بتعاني من خلاف زوجي، ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. استقم، حتى أن بعض العارفين قال أنا أعرف مقامي عند الله من أخلاق زوجتي. اعقد مع الله صلحاً تفاجأ أن الزوجة تسلس لك، صار البيت لطيف، ما في صوت مرتفع، ما في تكسير، في ود، في رحمة، في حب. غير لا يغير، هذا ملخص الملخص، ما بتغير ما بيغير. يعني أنت في نعم مستحيل أن تبقى وأنت كافر بها. الكفر بالنعم أن تعزوها إلى أهل الأرض، قل يا ربي لك الحمد. لذلك المؤمن الصادق يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. بيعالج ابنه عند الطبيب وفي أعماق أعماقه يا رب أنت الشافي. بيراجع مركبته مراجعة تامة وقبل أن يسافر يا رب أنت الحافظ وأنت المسلم. هذه النعم لا تعد ولا تحصى، الصحة نعمة، أن تملك ذاكرة نعمة، أن تملك لسان ينطق نعمة، أن تملك قلب ينبض نعمة، كل جهاز نعمة، كل عضو نعمة، والزوجة نعمة، والأولاد نعمة، والمأوى نعمة، وإتقان عمل نعمة، والوظيفة نعمة، والمال نعمة. فهذه النعم أنت إذا شكرت الله عليها واستخدمتها وفق منهج الله، شكرت الله عليها واستخدمتها وفق منهج الله، أنت بهذا تضمن ثباتها ونموها على طول. لا تقلق من المستقبل، المستقبل بيد الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مرة ثانية، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلاً من غفور رحيم. أخواننا الكرام، هذه النعم إذا انتقلت بها من الإيمان إلى الكفر سوف تغير، وهذه النعم إذا آمنت بالله وشكرته على هذه النعم سوف تدوم أبداً. هذه الحقيقة تصلح للأفراد والجماعات، ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. إذا دعوته يسمعك، وإذا سكتت يعلم ما في قلبك، إذا تحركت يراك، تتكلم بيسمعك، تتحرك يراك، بتثبت وبتسكت يعلم ما في نفسك. أيها الإخوة الكرام، دائماً وأبداً أنطلق من هذه المقولة، وهي أن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. المسلمون في شتى بقاعهم، في محنة ما بعدها محنة، في بلاء ما بعده بلاء. لو فتحنا القرآن الكريم نلتمس الحل، نجد أن هذه الآية التي سوف تكون إن شاء الله محور هذه الخطبة وخطب تليها بفضل الله، نجد الله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن كنا في محنة فالله لا يغير حتى نغير، وإن كنا في بحبوحة فالله لا يغير حتى نغير. هذه حقيقة من عند خالق الأرض والسماوات، هذه الحقيقة تنطبق على الأفراد والجماعات، وتنطبق على الأمم والشعوب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الإخوة، الطروحات التي طرحت من 50 عاماً في العالم العربي والإسلامي من أجل التغيير كانت تغييراً من الخارج، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل يعقل أن حرفاً في آية سبب خلاص المسلمين؟ حرف الباء بأنفسهم. ينبغي أن نبدأ بأنفسنا، ليس هذا كلاماً عادياً، هذا كلام الخبير، هذا كلام الحكيم، هذا كلام القدير، هذا كلام الفعال لما يريد، هذا كلام من بيده الأمر كله، هذا كلام من بيده مقاليد السماوات والأرض. إن الله لا يغير ما بقوم، ضغوط وعدوان وسلب أراض ونهب خيرات وقتل شباب وكيد ما بعده كيد، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ومع ذلك وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير الذي ينتظره الله منا ينبغي أن يكون من داخل النفس، هذه الحقيقة الأولى. أما الحقيقة الثانية هي أن الإنسان إن لم يملك إمكانية التغيير لا معنى إطلاقاً من إرسال النبيين ولا من إنزال الكتب، وإلا كان عملاً عابثاً. لو أن الإنسان لا يغير لماذا بعث الله الأنبياء والمرسلين؟ لماذا أنزل الكتب؟ لماذا هيأ العلماء الصادقين؟
لأن الإنسان يملك أن يغير، كان إنزال الكتب وكان بعث الأنبياء. أيها الإخوة الكرام، قبل كل شيء لا يمكن أن تغير إلا إذا رغبت أن تغير. الإنسان مخير، لو أن الدنيا أقنعته بالتغيير ولم يكن مريداً للتغيير فهو لا يغير. العبرة أن تقتنع أنت، ابدأ بنفسك الآن، دعك من الآخرين. إذا رأيت شحاً مطاعاً وهو متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يعني إذا رأيت مادية ماحقة يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا قليل، إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً، اللذة يعبدها الناس من دون الله وإعجاب كل ذي رأي برأيه والكبر، وكل واحد يظن أنه محور العالم وأن الذي يقبله عقله هو الحق وأن الذي يرفضه عقله هو الباطل. إذا رأيتم شحاً مطاعاً وهواً متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فالزم بيتك، بمعنى اشتغل بصلاح نفسك، دقق في مشكلتك الخاصة، فالزم بيتك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. أولاً ينبغي أن تقتنع أنه لا بد من أن تغير. الشيء الآخر أيها الإخوة، لعل حكمة هذه المصائب وتلك المحن أن الله سبحانه وتعالى يدفعنا إلى التغيير. يقول بعض علماء التفسير في قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، المصائب أيها الإخوة من النعم الباطنة، والله سبحانه وتعالى جلت حكمته جعل المسلمين الآن في العناية المشددة، في ضغط ما بعده ضغط، في قهر ما بعده قهر، من أجل أن يغيروا، من أجل أن يكسبوا الأبد، من أجل جنة عرضها السماوات والأرض. إن لم نغير فالله سبحانه وتعالى لا يغير. ومن السذاجة والغباء والسخف أن تنتظر أن تأتي معجزات السماء كي تغير ما بنا ونحن على حالنا، لا نقدم ولا نؤخر ولا نغير ولا نطور. أيها الإخوة الكرام، يجب أن نعلم علم اليقين أن المصائب رسالة من الله، رسالة بكل ما في هذه الكلمة من معنى. دققوا في قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي أن هذه المصيبة رسول من الله يحمل رسالة لك، لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخذى، وفي آية أخرى ونكون من الموقنين. أيها الإخوة الكرام، المؤمن الموفق يرى أن هذه المصائب التي تترى على العالم الإسلامي إنما هي رسائل من الله، لعلنا ننقذ آخرتنا، لعلنا نموت على الإيمان وعزتي وجلالي. لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يأتيني كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة الأولى في هذه الخطبة، التغيير الذي هو سبب التغيير من قبل الله عز وجل يجب أن يبدأ من النفس، من الداخل. الحقيقة الثانية، أي شيء حدث لا يشكل مشكلة،
ولكن المشكلة كيف انفعلت بما حدث؟ ما الموقف الذي وقفته لما حدث؟ عن هذا تحاسب، ذاك قضاء الله وقدره، لكن كيف وقفت؟ هل كنت متأملاً؟ هل كنت متبصراً؟ هل كنت شاكراً؟ هل كنت نادماً؟ هل كنت تائباً؟ ماذا فعلت؟ ماذا تصرفت؟ كيف وقفت؟ أيها الإخوة، العبرة الموقف الذي تقفه من الذي حدث. الذي حدث حدث، هل كنت واعياً لأعماق ما حدث؟ هل كنت واعياً لمضمون ما حدث؟ هل كنت واعياً لهدف ما حدث؟ أيها الإخوة الكرام، يمكن أن يفقد الإنسان كل شيء، أما إذا تعلق بالله عز وجل صنع كل شيء. وفي التاريخ أمثلة لا تعد ولا تحصى. قد يكون الإنسان معاقاً، وقد يكون صاحب أكبر شركة في بلد ما. هذه حقيقة. أنا لا أتخذ الدنيا مثلاً، ولكن لها معنى. أيها الإخوة الكرام، أولاً يجب أن نغير من الداخل، ثانياً ينبغي أن نحسن الموقف من الذي حدث، أن نراه من فعل الله، أن نراه بحكمة الله، أن نراه بحرص الله على هدايتنا، أن نراه دفعاً للتوبة، دفعاً للصلح مع الله، أن نراه إنقاذاً لآخرتنا، أن نراه كشفاً لحقائقنا. الشيء الآخر أيها الإخوة في هذا الموضوع، لا بد من العزيمة. هناك قناعات وهناك نتائج، لن تكون النتائج إيجابية لهذه القناعات إلا إذا توسط بين القناعات وبين النتائج إرادة صلبة وعزيمة شديدة. إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادراً حقاً عن إرادة وإيمان. أيها الإخوة الكرام، حقيقة المستحيل هو الشيء الذي نتكاسل أن نصنعه، ليس هناك مستحيل. الشيء المستحيل هو الذي لا نريد أن نفعله فقط، هو الذي تضعف هممنا عن فعله، هو الذي يفتقد إلى عزيمة منا، هو الذي يفتقد إلى إرادة منا. أيها الإخوة الكرام، معظم المسلمين يعيشون هكذا بحسب حركة الحياة، يتحرك ويذهب إلى البيت ويؤوي إلى فراشه، يذهب إلى عمله بلا هدف، بلا هدف واضح، بحسب حركة الحياة. أما أن يستيقظ الإنسان، يقول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقد ثبت في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنه ينحط من صبب. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: رحم الله عمر، ما رأيت أزهد منه، كان إذا سار أسرع، وإذا أطعم أشبع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع. فما معنى هونا؟ يعني يجلس ويتأمل، لا يسمح لهذه الدنيا أن تأخذه عن هدفه، لا يسمح لمشكلاتها أن تصرفه عن أهدافه الكبرى، لا يسمح للدنيا بأكملها أن تجعله غافلاً عن الله عز وجل، واعٍ لسر وجوده ولغاية وجوده. أهدافه واضحة يسعى إليها، ولا يعبأ في هذه المشكلات الجانبية التي تنتابه من حين إلى آخر. هذا معنى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال بعضهم: إذا أردت أن تكون ناجحاً فابدأ من النهاية. مرة أيها الإخوة، داوم أخ كريم على خطب الجمعة سنوات وسنوات، ثم توفاه الله عز وجل، وكنت في جنازته بعد الصلاة عليه
قام أحد الرجال وأبنه، قال أخوكم كان مؤذن ترحموا عليه فقط. قلت له دنيا عريضة، وسافر إلى معظم بلاد العالم، وتمتع بكل ما في الدنيا من مباحات، أنا أثني عليه، لكن حينما أراد هذا المؤبن أن يؤبنه قال لقد كان أخوكم مؤذنا ترحموا عليه فقط. فهنا الفكرة، الإنسان حينما يغادر الدنيا ماذا يحب أن يقال عنه؟ كلمة واحدة، اعمل عملا يقال عنك في دقيقة، دقيقة 60 ثانية، ابدأ من النهاية. لا بد من أن نغادر الدنيا، وكل شيء جمع في الدنيا نخسره في ثانية واحدة، في ثانية واحدة كل ممتلكاتك وكل شخصيتك الضخمة وكل هيمنتك على قطر الشريان التاجي ملي وربع، وعلى سيولة الدم في أوعيتك، وعلى نمو الخلايا، في أي لحظة يتجمد جزء من الدم لا يزيد حجمه عن رأس دبوس في مكان في الدماغ، في مكان يصاب بالشلل، في مكان يصاب بفقد الذاكرة، في مكان يصاب بالجنون، في مكان يصاب بالعمى. أنت رهن قطرة من الدم لا تزيد عن رأس دبوس، إذا تجمدت فقدت كل شيء. أيها الإخوة الكرام، ابدأ من النهاية، سوف أغادر هذه الدنيا إلى أين؟ ماذا بعد الموت؟ تأكد أن هناك حياة أخروية أبدية سرمدية، ماذا قدمت لها؟ إن أردت أن تنجح فابدأ من النهاية. إذا جعلت مغادرة الدنيا أخطر حدث في حياتك وتوافقت مع هذا الحدث الخطير، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا في القرآن الكريم، اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أيها الإخوة الكرام، لا تكن يئوسا إذا أخفقت في التخطيط فقد خططت للفشل، إذا فشلت في التخطيط فقد خططت للفشل. أيها الإخوة الكرام، لا بد من أن تحدد هدفك، لماذا أنت في الدنيا؟ أقول هذا مئات المرات، لو أن إنسان سافر إلى بلد ونزل في أحد الفنادق واستيقظ في صبيحة اليوم الأول وسأل إلى أين أذهب، نسأله نحن لماذا جئت إلى هنا؟ إن كان هدفك من المجيء واضحا تستطيع أن تتحرك بشكل سليم. جئت تاجرا، اذهب إلى المعامل والمؤسسات. جئت طالب علم، اذهب إلى المعاهد والجامعات. جئت سائحا، اذهب إلى المقاصف والمتنزهات. لا تصح حركة الإنسان في الحياة إلا إذا عرف سر وجوده في الدنيا. حدد الهدف، لماذا أنت في الدنيا؟ من أجل جمع المال فقط؟ من أجل أن تكون في مكان علي؟ من أجل أن تنغمس في الملذات إلى قمة رأسك؟ حدد الهدف وكن جريئا وكن واضحا. قال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا الذي يمشي مكبا على وجهه كالذي يقول من عوام الناس عم ندفش، لا يعلم لماذا وجد ولا لأي هدف وجد، ولا يعلم عن رسالة حمله الله إياها شيئا، يعيش كرقم لا يذكر ولا يحمد ولا يذم، همه بطنه، همه فرجه، همه ثيابه، همه متعه. أيها الإخوة الكرام، لا بد من أن تحدد الهدف، ولا بد من أن تتخذ القرار، ولا بد من أن تنفذ.
دققوا في هذه الآية: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ما لم تتحرك، ما لم تعطي لله، ما لم تمنع لله، ما لم تغضب لله، ما لم ترضى لله، ما لم تصل لله، ما لم تقطع لله، ما لم تنفق لله، ما لم تمسك لله، إن لم يكن لك موقف، إن لم تتحرك لا وزن لك عند الله. والذين آمنوا أثبت الله لهم الإيمان ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. أيها الإخوة الكرام، دقق في عملك، هل تعمل عملا ينبغي ألا تعمله؟ وهل تعمل عملا صوابا؟ دقق في عملك، لا تكن إمعة، تحسن إذا أحسن الناس وتسيء إذا أساء الناس. والله أيها الإخوة، يكاد يكون معظم المسلمين هكذا، مع صرعات الأزياء، مع ما يرونه في الفضائيات، في عاداتهم، في تقاليدهم، في لقاءاتهم، في احتفالاتهم، في أحزانهم، في أفراحهم، في كسب أموالهم، في إنفاق أموالهم، في تمضية أوقات فراغهم مع الناس هكذا. وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. هذا فكر جاهلي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يكن أحدكم إمعة. لك شخصية، لك قرار، لك قناعة، لك سلوك، لك بيت متميز، لك علاقات متميزة، لك قيم متميزة. أيها الإخوة الكرام، لا بد من أن تحدد هدفك، ولا بد من أن تصدر قرارا مصيريا. آلاف الأشخاص بلا قرار، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، يؤمن بالآخرة ولا يعمل لها، يحتقر الدنيا ويموت من أجلها، يلتقي مع فلان ويذمه، يبتعد عن فلان ويمدحه، بلا قرار، بلا هدف، بلا موقف. أيها الإخوة الكرام، ليس العار أن تخطئ، ولكن العار أن تبقى مخطئا، وليس العار أن تجهل، ولكن العار أن تبقى جاهلا. أيها الإخوة، شيء آخر في موضوع اتخاذ القرار، ينبغي أن تدرك أن القرار الخاطئ طريق إلى قرار جيد، وأن الخطأ طريق الصواب، وأن الذي لا يعمل لا يخطئ. وأنا أحتقر إنسان لا يخطئ لأنه لا يعمل، لأنه لا يعمل أبدا. اجعل من الخطأ طريقا للصواب، اجعل من المحاولة التي لا ترضيك طريقا لمحاولة ترضيك. أيها الأخ، خطط لحياتك قبل أن يأتي عدو لك يخطط لك، إما أن تخطط وإما أن يخطط لك، إما أن ترسم هدفاً وتسعى إليه، وإما أن يأتي عدو يرسم لك هدفاً ويدفعك إليه. أيها الإخوة الكرام، إن رسمت هدفاً فادرس قيمة هذا الهدف، وادرس أثر هذا الهدف على مستقبلك ومستقبل أولادك. فقد تتخذ هدفاً وتسعى إليه، وعند مغادرة الدنيا تندم أشد الندم. عندما تغادر الدنيا تجد أنك حصلت مالا وفيرا، لكنك خسرت أهلك وأولادك. هناك من يهاجر إلى بلاد بعيدة، يقول لك هي جنة الدنيا، كل شيء متوافر، الإنسان يتمتع بأعلى درجة من حقوقه. طيب، فإذا رأيت في نهاية المطاف أن أبناءك جميعهم ليسوا مسلمين أبدا، ولا يعتدون بأمتهم، ولا يصدقون ما في دينهم العظيم، هذه مصيبة كبرى. أيها الإخوة الكرام، تعلم هذه الحقيقة: لا يكون النجاح نجاحا إلا إذا كان شموليا. إن حصلت مالا وفيرا وخسرت أولادك أنت لم تنجح، إن ربحت سمعتك بين الناس وخسرت حياتك الداخلية أنت لم تنجح، إن سلمت حياتك الداخلية ولم تسلم حياتك العامة أنت لم تنجح. أيها الإخوة الكرام،
قضية دقيقة جدا. لعل في الحياة أربعة أسس. أول أساس علاقتك بالله، هل بينك وبين الله علاقة عامرة؟ هل الخط بينك وبين الله ساخن؟ هل أنت في مرضاته؟ هل أنت مستقيم على أمره؟ هل تعمل عملا صالحا يرضيه؟ هل أنت تراقبه؟ أول شيء في حياتك علاقتك مع ربك، لأنه إليه المصير. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الشيء الثاني في الدنيا مهم جدا، عملك، هل تتقن عملا؟ هل يدك هي العليا أم أنك عبء على من حولك؟ الشيء الثالث صحتك، لأن الإنسان من دون صحة لا يحقق هدفا. الرابع أسرتك، هل أنت ناجح في أسرتك؟ هل هناك ود ومحبة بينك وبين من حولك؟ دققوا أيها الإخوة، إن أي خلل في أحد هذه النقاط الأربع ينعكس على النقاط الثلاث. لو ساءت علاقتك بالله لساءت علاقتك مع من حولك ومع أسرتك وفي عملك وفي صحتك. لو ساءت صحتك لانعكس هذا على عملك وعلى أسرتك وعلى علاقتك بالله. لو تقاعست عن كسب المال الحلال وكنت عالة على الناس سقطت من عين الناس. أربعة أشياء: علاقتك بالله وعملك وصحتك وأسرتك. النجاح لا يسمى نجاحاً إلا إذا كان شمولياً، أما أن يكون نجاح من جانب واحد، هناك آلاف الناجحين في الحياة حققوا نجاحاً في خط واحد وخسروا في بقية الخطوط، لا يعد هذا نجاحاً. أيها الإخوة، لا تبقى في الكليات، ضع تفاصيل الخطة، متى تستيقظ؟ متى تنام؟ كيف تمضي وقت فراغك؟ ما الدروس التي ينبغي أن تحضرها؟ ما الكتب التي ينبغي أن تقرأها؟ أما هكذا مع الناس نتابع المسلسلات حتى منتصف الليل، ننام نصلي بعد الفجر، هكذا هذه حياة لا قيمة لها إطلاقاً، حياة تافهة. ضع تفاصيل الخطة، اكتبها على ورق. شيء آخر، تصور النتائج الرائعة. حدثني طبيب لامع في دمشق أنه يوم كان في الصف العاشر له أب ذكي جدا، قال له: يا بني، هناك خطاط كبير على وشك أن يغادر الحياة، وأنا أتمنى لك أن تكون طبيبا، فسأكلفه بكتابة لوحة الدكتور فلان. تجربة، جاء بهذه اللوحة ووضعها في غرفة ابنه وهو في الصف العاشر، والآن من ألمع الأطباء، كلما وقعت عينه على اللوحة تصور أنه طبيب كبير وله مكانة كبيرة وله دخل يكفيه وله زوجة وأولاد وعيادة. دقق في التفاصيل، تذكر أنك إذا غادرت الدنيا كنت محبا لله، كنت طائعا له، كنت وفق أمره ونهيه، كنت في خدمة عباده، ما كذبت ولا دلست ولا غششت ولا احتلت ولا بنيت مجدك على أنقاض أحد، ولا بنيت أمنك على خوف أحد، ولا بنيت غناك على فقر أحد. تصور النتيجة الرائعة حينما تغادر الدنيا، ابدأ من النهاية كي تنجح. أيها الإخوة الكرام، هناك قناعات في المجتمع سلبية مدمرة مدمرة. العمل يتعبني، العمل لا أطيقه. دقق، من يتأفف من عمله لا يصلح لأي عمل آخر. أنا ضعيف، أنا لا أتحكم بأعصابي، لا أستطيع الإقلاع عن التدخين، أنا سأفشل، لن أنجح. هذه قناعات شخصية مدمرة. قل: العمل يحفزني، المتوكل منصور، إن الله مع الصابرين، إن الله لا يخيب أمل الآملين، إن مع العسر يسرا، الشدائد تبني الرجال، في الحركة البركة، إن معي ربي سيهدين، الفشل طريق النجاح. في مقولات عند العوام تدمر الإنسان، هي قناعات شخصية. الآن قناعات اجتماعية، المجتمع فاسد، الإعلام فاسد،
المطلقة لا تنجح في حياتها، المرأة ضعيفة، الخير يخص والشر يعم، الفقراء عالة على المجتمع، العالم يحتضر، هي قناعات سلبية تدمر الإنسان. قل الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، أمتي كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخرها. أيها الإخوة الكرام، عقائد عند الناس تدمرهم. الأقارب عقارب، امشي بجنازة لا تمشي بجوازة، سلبي منسحب كسول متواكل يئوس قنوط، هذا الذي يدمر المسلمين. ارجع إلى مفهومات القرآن والسنة ولا تبقى في مفهومات العوام. أيها الإخوة، لو ظللت تقول أنا لا أنجح، حتما لا تنجح. لو ظللت تقول الدنيا شقاء تشقى بها، لو ظللت تقول الناس كالعقارب، هم يعاملونك كالعقارب. العقيدة إذا رسخت والمفهوم إذا رسخ وصدقته أنت، الحياة التي حولك تنعكس عليك وفق هذا المفهوم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الله موجود، هو القوي، هو الغني، هو الحكيم، هو المعطي، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. المفهوم التوحيدي الآن أيها الإخوة يرفع معنويات المسلمين. الله عز وجل لم يسلمنا لجهة، أمرنا بيده، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. أيها الإخوة الكرام، يجب أن نغير. دعك من المجتمع، دعك من الظروف الدولية، دعك مما يجري في العالم على الساحة الإسلامية. إن أردت أن تتحكم بغيرك، تحكم بنفسك أولا. تحكم بنفسك أولا حتى تستطيع أن تتحكم بغيرك. إن أردت أن تكون داعية، فضبط نفسك أولا، احملها على طاعة الله، احملها على فضائل الأعمال، أتقن عبادتك، وبعدها أدعو إلى الله عز وجل.